ملف حسم المدير الفني ما زال يعني مطروح، لم يحسم حتى الآن. فأنت شايف الأمور هتبقى رايحة في أي اتجاه فيما يخص بديل سواريز؟ بديل سواريز، اولا لازم اعقب على حته سواريز. سواريز اصلا وجوده كان خطا، يعني خلينا نتفق ان النادي الاهلي ما ينفعش في نص الموسم او في المرحله الاخيره من الموسم تجيب مدرب كان لسه ماسك ورقه بيعرف بها اللعيبه، كتب 14 ده اسمه كذا، 12 ده اسمه كذا، ده لسه بيعرف اللعيبه، هيعرف اللعيبه. كان الافضل طبعا، هو خلاص البكاء على بن مسكوب ما شايفين بحاجه، لكن كان الافضل يكمل سامي قمصان او الجهاز المعاون لنهايه الموسم، وده عرفه متعرف فيه في كل الدنيا. هتقول لي الزمالك مثلا، ما هو لما مشى كارترون جاب فيريرا، بس فيريرا مدرب سابق للزمالك. يعني الاسم الابرز من وجهه نظرك هيبقى ايدي هوتر غالبا، المدرب النمساوي. هو تقريبا ده اللي بنسبه ممكن 90% او تفوق 90% ممكن يكون ده المدرب النادي الاهلي الجديد. طيب رؤيه اداره النادي الاهلي فيما يخص الصفقات، فيما يخص يعني مستقبل النادي الأهلي بشكل عام في المنافسة على بطولات مختلفة، يعني الاتجاه رايح فين؟ هو طبعا الأهلي خلص مع شادي حسين، مع ميسي بتاع وادي دجلة، في صفقة بوبو تعثرت شوية، بيشوف بره لأنه كده كده فاقد اثنين بس، يعني عنده مكانين فاضيين، مكان ميكسون ومكان بدر بانون، لكن بنسبة كبيرة جدا كمان طبعا علي معلول موجود، ديانج موجود، بنسبة كبيرة بيرسيتو موجود برضه، لأنه هو عنده الرغبة أنه هو يثبت نفسه. شيء جميل إن حدث، لأن هو لاعب رائع جدا، جميل جدا، يعني هايل جدا، لكن مشكلته كانت في كثرة الإصابات اللي النادي الأهلي بالبلدي كده لبسها، لكن عنده الرغبة دي ولما لا الأهلي يديله فرصة. لكن هيكون ملف النادي الأهلي في حتة اللي هيعول كثيرا على الاثنين الأجانب، لأن للأسف المواهب عندنا لما تبص على كل الأندية المصرية المواهب نادرة جدا جدا جدا. وأعتقد في مشكلة في موضوع بوبو ده، يعني ممكن ما يخلصش، يعني ما زالت 50-50 يعني. طيب في أي أخبار جديدة فيما يخص المنتخب؟ لا المنتخب ما هو خلاص، المدرب فيتوريا أعلن خلاص اللاعبين المحليين طبعا بدون لعيبة الزمالك وفيوتشر عشان هيشاركوا في الدور 64 في الكونفدرالية أو الدور التمهيدي الأول، وهيعلن طبعا الباقي. يعني هو بالنسبة له دلوقتي في راحة تامة، لأنه ما عندوش ضغط خالص، هو هيلعب ماتش بلجيكا تقريبا وممكن ماتش الأرجنتين، بس بلجيكا طبعا أهم بالنسبة لهم، لأن بلجيكا تقريبا مع المغرب حاجة زي كده، أو مع تونس، مع المغرب مع المغرب في كأس العالم، فطبعا يهمه انه يلعب حد طبعا من نفس المستوى. دي فرصة كويسة ليه ان هو يقدر يدرس اللعبة كويس جدا، وانا شايف ان هو بصراحة عنده وعي اكتر، لان هو كان حرص على متابعة الفريق منتخب الشباب اللي كان بيلعب في البطولة العربية في السعودية، وصل فاينل قدام السعودية وخسر بضربات الجزاء، لانه ده الراجل عقده 4 سنين، فدول اللي هيكونوا معاه ان شاء الله بعد سنتين او ممكن قبل كده، او يعني دول اللي مكملين معاه بعكس بالاضافة للجيل الحالي. فاعتقد ان هو عنده اريحية كبيرة في فيتوريا ان هو في الفترة الجاية يقدر يقود المنتخب بشكل كويس.